ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاحد 2 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبه ليك النهارده مهنيا يا جدي، ما تفكرش الا بطريقه ايجابيه علشان تتمكن من انك تخطي كل المصاعب دي. السلبيه غالبا ما بتبقى اكتر ضرر عليك، عليك انك تضحي بكتير من الوقت والجهد علشان تحقق كل اهدافك اللي انت حابب انك توصل ليها. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا جدي، الأعزب ما تفصحش عن كل الحاجات اللي بدخلك للغرباء، لأنك ممكن مش عارف إزاي هيستخدموه أسرارك ضدك. ذكائك بيخونك في كتير من الأحيان، لكن حدسك أقوى دايما. المرتبط النهاردة في ضغوط كتيرة بتزيد وبتكبر، انت بحاجة انك تلاقي سند ومساعدة، ما تخفيش حاجة عن شريك حياتك. بالنسبة لك صحيا، هتبعد عن كل الأشخاص اللي هم مصدر انزعاج خاص بيك. النوم ده هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول مش حابب تهرب فيها في كتير من الأحيان، وتنتبه لمعدلات السكر اللي بتعتبر متواجدة في وجباتك علشان ما تلاقيش زيادة مفاجئة في الوزن. بالنسبة ليك يا جدي، توقعات برج الجدي للرجل، ما تلزمش نفسك لتعمل حاجة انت مش حاببها، خد قسط من الراحة النهاردة علشان تستعيد نشاطك مرة تانية وتبقى قادر علشان تنجز وتدي اكتر. انت مش بتتمتع بصراحة كافية او مبادرة صحيحة، لازم تبحث طول الوقت عن طرق اللي بتمكنك من انك تزيد تقدمك في كل مستويات حياتك. بالنسبة لي توقعات برج الجدي للمرأة، استخدمي امكانياتك علشان تاخدي القرارات السليمة، هتتقدمي في مشاريعك، هتوصلي لكل اللي انت بتطمحي ليه. بالنسبة لك عاطفيا، هتتمتعي بذكاء عاطفي بيساعدك على انك تعرفي ان الامور دي بتحصل لسبب ما في حياتك، ده هيخليكي اقوى بالتأكيد. بالنسبة لك صحيا، ما تعمليش حاجة رغم عنك علشان ترضي شريكك او الناس، علشان تنقصي وزنك بعنف بطريقة قتلة، عليك انك تفعلي كل اللي انت حباه انك تفعليه بشكل اولي، وما تدمريش صحتك علشان اي شخص تاني. بالنسبة لارقام الحظ النهاردة يا جدي، 8 26 70 93.